أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. النهاردة هنشوف يا جماعة فيلم لكيفية صنع المغناطيس بأنواعه. زي ما احنا شايفين كده أشكال مختلفة للمغناطيس بنستخدمها في حياتنا العملية، في محركات، في كتير من الصناعات اللي احنا بنستخدمها. المغناطيس مهم جدا يا جماعة في المولدات الكهربائية، في المراوح، في المواتير. طيب ازاي بيتعمل يا جماعة؟ زي ما احنا شايفين بيجذب الحديد بقوة شديدة جدا. اولا لصناعته بنعمل قوالب زي دي يا جماعة فيها الاشكال المختلفة اللي احنا عايزينها او بنحتاجها في حياتنا العملية، في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في كل حياتنا بأشكال مختلفة عن طريق عمل قوالب يا جماعة من الرمال، ثم بعد كده يضغطوا عليها وتتماسك هذه الرمال وتبقى تاخد الشكل الصلب اللي هيتصب فيه هذه المواد اللي احنا هنصبها لعمل المغناطيس. زي ما احنا شايفين ده أصبحت يا جماعة القوالب اللي هنصب فيها جامدة جدا، أو جامدة يعني تستحمل الصب فيها بأشكالها المختلفة المدورة وحدوة الحصان، وكل دي أشكال هتبقى مغناطيس بعد كده. طبعا دي يا جماعة مجموعة من المعادن اللي هنصهرها مع بعض ليتكون المغناطيس، وهنشوف مع بعض إزاي هنصهرها. دي محتاجة مجموعة من المكونات هنصهرها مع بعض في الفرن دوت، زي النيكل والحديد والكبريت والحديد النقي والألمونيوم والتيتانيوم. كل دول يوضعون في فرن يا جماعة، في فرن حس كهربائي به حقل كهربائي مغناطيسيا نابضا. نابضا يعني فيه اهتزازات أو فيه نبضات بتخرج منه زي الأفران اللي هي بتاعت الأكل دي، بتتولد درجة حرارة فيه بتاع 1600 أو أكثر، ثم تصب بقى إيه الحديد المنصهر بعد كده في القوالب اللي احنا شايفينها ديت، وهي بعد ما بعد كده تحترق. هنحطها في فرن جامد او شديد جدا يا جماعه، برضو بتتحرق اللي هي الرمال عشان نطلع منها القوالب اللي هي القوالب اللي احنا عملناها او صبيناها. بعد كده يا جماعه يطلعوا بقى الحاجات اللي احنا صبيناها ويفرقوها عن الرمال ويحصلوا على القوالب اللي احنا صبيناها اللي هي اللي بيسموها المغناطيس اهو يا جماعه. طبعا بيكون معانا مغناطيس بنجذب الاجزاء ديك اللي هي الحديد ونحطها في سيخ كده نحاس اهو يا جماعه، دي الاشكال المدوره، وبتتحط في اسطوانه اهو، اسطوانه برضو، ونحط ونملى هنا الرمله السيليكون عشان نفرق اللي احنا حطيناه ده عن الاسطوانه، وبعد كده نقفل عليها بنوع من الاسمنت برضو، مش الاسمنت اللي عندنا الاسود ده يا جماعه، لا ده في نوع تاني اشد واقوى زي ما احنا شايفين كده اهو، وبنقفلها كده عشان يبان اخر الانبوب اللي احنا حطيناه، ونحطها في فرن يا جماعه عشان برضو تتعرض لشحنه شديده جدا وقليله الفولتيه اهو. ونحطها في الجزء الثاني ده، نطلعها ونحطها هنا لإعطاء حقل مغناطيسي برضو، وإعطائه أو إعطاء المعدن طبعا عن طريق التيار الكهربائي المائي، وإعطائه إعطاء المعدن شحنة كهربائية مغناطيسية كده هتمغنطه يا جماعة بتيار قليل زي ما احنا 6 فولت. بعد كده نخرج بقى إيه مجموعة المغناطيسات اللي احنا عملناها بالشكل المدور ده. طبعا طبعا بعد بتتشال الرايش والزيادات عن طريقه. بص يا جماعه ده بيجرب فيها رايش مدى نعومتها، المغناطيس لسه ما اتمغنطش يا جماعه، يعني هو لسه محتاج لشحنه تاني عشان يتمغنط عن طريق اعطائه شحنه قليله من التيار الكهربي. ومسك اهو يا جماعه بعد ما حطيناه على الجهاز دوت وبقى بيلقط، يعني هو لقط بعد ما عملنا له الشحنه ديك القليله من الشحنات الكهربائيه الموجبه.
كل ده هنعمله على جميع الأنواع المختلفة ونستخدمها في مجالاتنا بقى، المختلف الطويل، الحدوة، الحصان، المدور، اللي مش عارف، اللي بياخد أشكال معينة. أه يا جماعة، دي الأشكال اللي احنا بنعملها للمغناطيس. فكرة عمل أو صناعة المغناطيس في المصانع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.